السلام عليكم. اليوم 15/8 في أكبر سجاد ورد في بروكسل. تعالوا نشوفوه ونقول لكم عليه بالضبط، ونمشي ونطير الدروم بالدرقة نوع ونصوره لكم حتى من فوق. هاي نمشي. البلكونة هذه اليوم الأول للعائلة الملكية، اللي هو اليوم 15/8، ومن قدوة يفتحوا للزوار، يفتحوا الباب هذا ويبدأ الزوار يخشوا ب 8 يورو يزوروا القصر، وفي نفس الوقت يقدروا يقفوا في البلكونة يتفرجوا على البساط. العاصمة البلجيكية بروكسل كل عامين وفي نص شهر 8 مرات 16-15 يوتوا فاعلي عطلة نهاية الأسبوع ويديروا في أكبر بساط من الورد في العالم. الفكرة بدت سنة 1972، حتى اليوم كل عامين يجمعوا في جيش من الفنانين في تنسيق الورد ويرسموا في اللوحة اللي اعتمداها قبل التنفيذ، ويكون البساط هذا أو السجاد في واحدة من أشهر معالم المدينة، ولا من أشهر الساحات نقوله في أوروبا كلها. الساحة الكبيرة أو بالفرنساوي يطلق عليها اسم الجراند بالاس، أو بالهولندية الخروتا ماركت، وفي نفس الوقت يمكن تستمتع بالزهور في النهار من الساحة ولا من شرفة متاعة القصر اللي هي التاون هيل. هذا يكون بالتاون هيل، بيكون الزيارة بـ8 يورو، ولو جاتك الفرصة في الليل فالمكان بيكون أكتر من رائع من وجهة نظري، لأن الأضواء والشيء اللي صاير جميل جدا، لأن بروكسل هي مدينة مهرجان الأضواء. يكون هنا عندهم العدة لجعل الحدث هو مبهر بالتكنولوجيا الضوئية، ومن وجهة نظري ونقدر نقول لك إن الواقع مازال أجمل من الصورة، والألوان اللي يمكن طلعها الدرون كان عاطي جمال للمنظر، بقى مازال المكان أجمل بهلب هلب هلب. دائما ما بيكون الواقع أجمل. بروكسل مش هي المدينة اللي مشهورة بالسياحة، لكن حقها مهدور، لأن موقعها للأسف جاي بين زوز من أشهر المدن في السياحة في العالم اللي هي أمستردام وباريس. ولأني أنا إنسان نسافر هلبة ونفس الوقت سكان مدينة بروكسل، ونقولك إنها مدينة جميلة، ولكن لازم يكون معك حد من السكان يوريك الجمال اللي يمكن ما تشوفهاش في السوشيال ميديا. بروكسل مدينة جميلة وأنا أحد سكانها. الطار جو من مدينة بروكسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.